الأول اسمحوا لي عشان صاحب الفكرة الأساسية، اسكندرية ممتلئة بالمبدعين، البحر والجو والطقس يستطيع أن يصنع منها عاصمة ثقافية للعالم. في 64 سكندرية، إن شاء الله في شهر 4 هنعمل مهرجان السكندريات من 18 دولة. صاحب فكرة كيف لا نكرم على أرض الإسكندرية السكندريين، الأستاذ سمير صبري، هو صاحب الفكرة.